تخيل في جملة واحدة لو اتدربت عليها كويس وعرفت التريكس اللي فيها بتاعت النطق هتأثر على الطلاقة عندك جدا إيجابيا، هتظبط لك الدنيا. يعني مثلا عندك جملة زي أنا عايز أقول له كل حاجة عن الموضوع ده بالراحة. I want to tell him everything about it. طبعا فيش كلام ده كده، إنسان قلبي بيتكلم. تن 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 تن. طب لو قلناها بانسيابية شوية، لو قلناها I want to tell him everything about it، في ناس تخضر دلوقتي طبعا. بالراحة خالص I want to، اختصارها في اللغة الدارجة I wanna tell my him، لازم him، والكلام ده British American، لما تتكلم بسرعة تشيل الاتش منها خالص، هتبقى I wanna tell him. فيش بقى الإيجيبشن بقى I want to tell him because I was، والكلام ده يبقى I wanna tell him everything. في حاجتين في everything أغلب الشعب بيغلط فيها، إن TH انطقها S ولا sing زي غني كده، طبعا TH لازم انطقها بالـ ث، والNG في الآخر إن الجي ترقع زي السلام شوبينج سنتر كده. أوكي everything يبقى توتال يا جماعة مركزين معايا I wanna tell him everything about it بقى فيها مسألة برضو. لو جمعنا اللي في الجملة دي كلها هنظبط الدنيا جدا، إن أنا عندي التي بتاعت about موجودة بين حرفين متحركين، في الحالة دي بنطق في الأمريكان ده حاجة بين الدال والري كده، هتبقى about it. وطبعا الـ OU مش about، أنا وزن فاعل، قصة sound و pound دي about it. يلا نقولها كلنا مع بعض. I wanna tell him everything about it. هتشوف معايا في اولها ان شاء الله. اوكي okay. دو ات، وهتفرق معاكم كتير جدا ان شاء الله. باي باي.